الدروز من هم؟ طائفة تعيش في الشرق الأوسط منذ القدم، لكننا نجهل عنها أموراً كثيرة. من هنا حاول المؤلف عباس الحلبي الإجابة على تساؤلات مختلفة حول الدروز في كتابه Les Druzes, Vivre avec l'avenir. هناك منحة دائماً عندما نكتب عن طوائف أن نتطلع إلى التاريخ. كثير منيح أن نتطلع إلى التاريخ، ولكن هذا لا يكفي. يجب أن نضع، وبصورة خاصة هذا ما حاولت أعمله في هذا الكتاب، أن أضع هذه الطائفة العربية ضمن المشهد الديني في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي التطلع إلى دورها في المستقبل. بلغة فرنسية سلسة وبأسلوب سردي شيق، تناول الكاتب الإطار التاريخي للطائفة الدرزية وقانون الأحوال الشخصية التابع لها، بالإضافة إلى رسالة الدروز للمستقبل. أهمية هذا الكتاب في أننا نحن نقدم أنفسنا، والدروز بالنتيجة خرجوا من حضن الإسلام، وبصورة خاصة من حضن الحركة التشيعية في الإسلام، وهم مرتبطين بهذا الإسلام وجزء لا يتجزأ منه، وتاريخ يشهد أنهم دافعوا عن قضايا العربية والإسلامية. Les Druzes vivent avec l'avenir يقدم اليوم للقارئ العربي فرصة اكتشاف الآخر الدرزي. صدر في 244 صفحة عن دار النهار عام 2006. قضيته المركزية نشر الحرية والديمقراطية في العالم العربي. إنه الرئيس الدكتور سليم الحص، رجل السياسة الذي لطالما كتب عن نهضة الأمة العربية. ينشر اليوم مجموعة مقالات بقلمه تحت عنوان لافت: سلاح الموقف. يدحض الكاتب مقولة الغرب بأن اليونان هي الجذر الأول للثقافة الغربية، ويدعم الفكرة القائلة إن الشرق هو أساس للثقافة اليونانية، على اعتبار أن اليونان غربية جغرافياً لكن ثقافياً هي شرقية. أحلام منسية مجموعة قصص للكاتب الدكتور عمار علي حسن، يتناول فيها محطات من تجربته مع عالم المختلفين نفسياً من خلال حالة التوحد التي يعاني منها طفله. فما هي تلك الأحلام المنسية؟ باعتمادها الشديد على الواقعية، فهي تؤرخ للأحداث الكبرى التي حصلت في ذلك الصراع الأهلي، لكن دواعي السرد أودت بالكاتب أحياناً إلى استعمال مخيلته. في عالمنا العربي كثير من الوجوه الشعرية التي لم تأخذ حقها في الإعلام العربي، واحد منها نوار الأحرج، تلك الشاعرة الجزائرية التي أصدرت مؤخراً ديوانها الرقيق تحت عنوان نوافذ الوجع. نساء وراء الأحداث موسوعة تؤرخ لسير نساء مسلمات متميزات، بدءاً من العصر الأموي مروراً بالعباسي والفاطمي وصولاً إلى الدولة العلوية، وقد جمعها الدكتور عبد الصبور شاهين والأستاذة إصلاح الرفاعي. كتب الكثيرون عن تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكننا اليوم نشهد ولادة أول رواية فلسطينية لوقائع وخفايا تلك المفاوضات بقلم شاهد من الداخل. إنه أحمد قريع أبو علاء في كتاب الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات. يحاول العميد اللبناني المتقاعد الدكتور أمين حطيت أن يناقش مسألة المقاومة مستنداً إلى تجربته الطويلة في السلك العسكري.